طيب انا هبتدي التسجيل بتاع الجزء الثاني اللي بعد البريك اهو. فانا كنت بقول ان البيودايفرستي احنا اتكلمنا قبل البريك على طول ان هي بتتقاس بالعدد، عدد الانواع اللي موجوده في وسط معين او انفايرمنت معين، وتوازن الانواع دي، هل في نوع مسيطر والانواع الباقيه اقليه، ولا هم خمس ست انواع مسيطرين، ولا كله متساوي في العدد تقريبا. فده اللي بنسميه الايفننس. وفي معيار اسمه الدايفرسيتي، الشانون دايفرسيتي، ده اللي بيزن بينهما قوي. فدي معادلاته مش عايزين نخش فيها، بس ما تتخضوش من المعادله. يعني السيجما دي حاجه بنشوفها في الرياضه من زمان قوي، معناها مجموع، معناها بي اي يعني ايه البروبورشن. يعني انا لو عايز اعملها ممكن اوريكم تعملوها ازاي، سهل قوي. لو عندنا مثلا عملناها متهيألي قبل كده في مره في محاضره، لو انا عندي مثلا سبع اسود وثلاث نمور وقطتين ومش عارف فار، مجموعهم على بعض ومش عارف كم نمله، اي حاجه يعني، مجموعهم 20. السبع اسود 7 على 20، يبقى البروبورشن بتاعتهم كام؟ 7 على 20 يعني 0.35. ده البي اي. واللين بي اي دي بتتحسب بالاكسل عادي، اضرب البروبورشن في اللوج، ناتشرال لوج بتاعها. القطط كام؟ 5 قطط يعني ربع ال 20، 25%، اسف 0.25 البي اي، واللين بي اي زي ما تطلع برضو بالاكسل. عملت كل الكلام ده وضربتهم في بعض، هجمع حاصل ضربهم، هيطلع رقم، اجيب النيجاتيف بتاعه، هو ده الشانون دايفرسيتي اندكس. ايه هو الاس بقى؟ الاس هو عدد الانواع اللي هم اسود في الاكزامبل اللي كنت بقوله، اسود مش مهم كام، اسد، نمور، يبقى ده ثاني نوع، قطط، فار، نمله، خمس انواع مثلا. بقسم الاتش دي على اللين بتاع الخمسه، يبقى هي دي الايفنس او البول ايفنس. فالرقم اللي هيطلع هنا كل ما عالي معناها الانواع دي متوازيه في عدد او متوازنه في عدد. الرقم ده من غير كده ما اعرف، هتلاقي انه بيجمع في صفاته صفه البروبورشن اللي هي التوازن في ال، يعني ممكن تبقوا تعملوها وتلعبوا بيها بعدين، بس هتلاقوا الرقم ده كل ما بتزيد التنوع او التوازن، اسف، كل ما بيزيد، وكل ما بيزيد عدد الانواع الرقم ده يزيد، يعني هو فاكتور بين الحاجتين. طيب الدايفرستي بوصفها في انفايرمنت معين، ففي ثلاث طرق لوصف الدايفرستي، الفا وبيتا وجاما. الفا دايفرستي دي الدايفرستي بتاعت وسط معين صغير، عاده بيبقى وسط صغير. وسط او يعني كلمه وسط يعني انفايرمنت او ايكو سيستم. يعني مثلا انا بقارن الامعاء بتاعه 10 اشخاص، 10 بياكلوا نباتي و10 5 بياكلوا نبات اكل نباتي و5 مفتريين كارنيفور ما بياكلوش غير لحم. فلقيت ان البكتيريا في كل واحد منهم مختلفه شويه عن التاني، في كل واحد منهم دي اسمها الفا دايفرستي. يعني الالفا دايفرستي بتاعه مثلا احمد سي 3.4 من 10، بنقيسها بايه الالفا دايفرستي؟ ممكن شانون، ممكن نقيسها بالريتشنس، يعني هي نفس المعايير دي، ممكن اقيسها بشانونز دايفرسيتي، بشانون ريتشنس، سوري بالريتشنس نفسها، اقول عدد الانواع بس. في حاجه اسمها تشاو، في حاجه اسمها سيمسونز دايفرسيتي اندكس، برضو بياخد في الاعتبار الريتشنس والايفنس، ممكن اوصفها بالايفنس. المهم انا بوصفها باي متريك من دول، ماشي. لكن مثلا ده احمد دايفرسيتي بتاعته 3، عصام الدايفرسيتي بتاعته 4، حسين الدايفرسيتي بتاعته 2.5، دول الثلاثه اللي بياكلوا لحم. بينما مثلا محمود بياكل نباتي الدايفرسيتي بتاعته 5، حسام الدايفرسيتي بتاعته 4 ونص، معلش بقى كتابه ماوس 4.5، هدى طبعا دخلنا فاكتور تاني انها مش ميل، بس يعني 4.3 من 10. من غير اي عبقريه هلاقي ان الدايفرسيتي بتاع الناس اللي بتاكل نباتي اعلى من مثلا، يعني ممكن يطلع العكس، تمام. طيب هل الدايفرسيتي دي حاجه كويسه ولا ماشي؟ برضو حسب الميكروبيوم، يعني مش عايز اسبق الاحداث، بس حسب لو انت في الانتستين الدايفرسيتي دي كويسه ولا وحشه، لو انت في مثلا في السكين دايفرسيتي حلوه، يعني كل حته ليها صفات. دي اللي بيسميها الفا دايفرسيتي، اللي خلت احمد غير محمود غير حسام غير حسين، دول كلهم بشوف الانتستين بتاعهم. لو قارنت بقى السته ببعض، دي اللي اسمها البيتا دايفرسيتي، اللي هي الديفرنشال دايفرستي بين اثنين او ثلاثه يعني مختلفين. فلو البيتا دايفرستي مثلا حبيت اقارنها، هقول ان انا لاحظت دي بقى ملهاش اي علاقه بالرقم ده اللي هو ريتشنس كام بكتيريا، لا الانواع ايه. مثلا لاحظت ان احمد وحسين وفلان وممكن هدى كمان عندهم ستافيلوكوكس ومش عارف ستافيلوكوكس وكذا، بينما الثلاثه دول عندهم انيروبيك بكتيريا اكتر. فدي البيتا دايفرستي اللي هي
عمر البيتا دايفيرسي ما تتقال على شخص واحد. البيتا دايفيرسي دي ريلاتيف، لازم على الاقل شخصين او يعني وسطين مختلفين. طيب ايه بقى الجاما دايفيرسي؟ الجاما دايفيرسي ممكن تكون هم السته بقى، الجات مايكروبيوم بتاع سته ايجيبشن. طبعا ده يعني تعميم فظيع، ما اقدرش اقول على المصريين كلهم من سته، بس يعني الجاما دايفيرسي هي وسط اكبر بكتير. مثلا الجاما دايفيرسي بتاعت غابات الامازون كلها، لو دخلت بقى جوه اقول حته الامازون اللي في شمال البرازيل واللي في غرب البرازيل، شمال غرب واللي في كولومبيا واللي مش عارف فين، دول كل واحده ليها الفا دايفيرسي معين. والبيتا دايفيرسي هي الفرق بين الالفاهات المختلفه، يعني الفرق بين حته في البرازيل و لو انا في مصر مثلا بتكلم عن في مشروع دكتور ايمن سمير هيبتدي فيه انه يدرس الميكروبيوم بتاع الصحراء المصريه، فصحراء سيناء دي ليها الفا دايفرسي هيعرفوا ان شاء الله، صحراء ممكن شمال سيناء كمان مختلف، العريش شيماء تبقى مختلف، الصحراء الغربيه هجيب لك انا السامبل، حاضر، الصحراء الغربيه هتبقى مختلفه، مش واحات اللي مش عارف ايه يعني، مش الواحات يعني الحته اللي جنب الواحات، والصحراء الشرقيه وجبال البحر الاحمر، ادي ست كل واحده ليها الفا دايفرسي. لو هقارنهم ببعض تبقى بيتا، لو اتكلمت على الصحاري المصريه يبقى جاما. ممكن جدا اقارن بقى الصحاري المصريه بالصحاري الاوروبيه، او ما فيش صحراء قوي في اوروبا، صحراء مثلا في الولايات المتحده، صحراء اريزونا مثلا. وممكن واحد تاني يقول لك لا هاخد كل واحده من دول اعتبرها الفا واقارنهم بكوكب المريخ، فاهمين قصدي؟ يعني هي مستويات مختلفه، فالالفا والجاما يلخبطوا شويه، عشان كده حتى هما شكل بعض، واحده بصل كده في يونكا كده، واحده في يونكا فوق. ماشي، طيب طولت عليكم انا قوي في الموضوع ده، بس يعني عشان انتوا شكلكم هتشتغلوا كتير، منكم هيشتغل مايكروبيوم ان شاء الله. طريقه تانية للتعبير عن الدايفرسي بيسموها الرانك اباندنس، مش عايز اخش فيها قوي بالتفاصيل، كنت بحلها برضو معاكم لو في محاضره يعني نقعد نرسمها سوا. ان فهنا بنسميها رانك اباندنس بلوت، ان انا بجيب كل كائن ارتبه بترتيب الدايفرسي بتاعته. ففي الازرق ده مثلا ممكن يكون زي ما كنا في المثال لسه بنقول الصحراء الشرقيه مثلا، اكتر بكتيريا موجوده في الصحراء الشرقيه الاباندنس بتاعتها 4.4 واتيفر بقى الوحده دي ايه، في المية او في الالف يعني نسبه مئويه، اللي بعدها على طول كذا، اللي بعدها على طول كذا وهكذا. لو شكل الرانك اباندنس بلوت ده كده معناه ان في 2 3 مسيطرين في توات مقفلين المنطقه دي والباقي كلهم الا اقليه. يعني مثلا عندي مثلا الحشرات النمل والدبان والناموس مسيطرين، وبقيه الغابه كلها قطه قطتين ثلاثه مش قادرين، يعني الحشرات مسيطره والثدييات قليله، او الشجر مثلا عالي اشجار الكافور كتيره في غابه معينه وشويه النباتات الثانيه قليله، ده لو ايفنس من غير ما افكر يعني. بس ممكن تبقى ريتش، الريتشنس بنعرفها منين؟ من عدد الكائنات هنا، هنوصل يعني هنخلص عند كام. ماشي، دي الريتشنس. الايفنس هتبان من شكل الكيرف، لو الكيرف شكله كده يبقى 100% ايفنس، يعني كل الكائنات. وفي الحاله دي لو هم 2000 محتاج حد مصحصح كده وذكي، لو هو 2000 هتبقى نسبتهم كام كل واحد؟ حد يقول؟ لو عندك 2000 كائن وكلهم متساويين يبقى كل كائن نسبته كام؟ كالكليتور يا جماعه ونحسب. 1 على 2000 بالظبط هيبقى الرقم اللي هنا، ما اعرفش 1 على 2000 دي تطلع كام يعني 0.0005 حاجه كده، فهيبقى كلهم خط واحد يعني تقريبا متساوي. طبعا اسف، هو الخط لازم يبقى الخط مايل لكده، لان انا برتبهم حتى لو متساويين في الاخر في واحد طالع الاول، يعني واحد مثلا عدد الكائنات whatever بقى، يعني لو هم مليون ومتقسمين على يعني واحد نسبته هتبقى 0.0051 والاخرين هيبقى 0.0045 مثلا. انتوا فاهمين الكونسبت؟ ما اعرفش انا مش شايفكم خالص، مش قادر يعني، حاجه صعبه قوي المحاضرات اللي زي كده يعني. بس يعني اي هوب ان انتم متابعين معايا شويه. فدي طريقه للتعبير عن دايفرسيتي مهمه جدا بيسموها الرانك اباندنس بلوت. برسم اول واحد اعلى واحد في العدد او في النسبه في الاول واخر واحد في الاخر. لو شكل الكيرف كده ده ايديالي almost even 100% evenness، لو كده يبقى ده مثال الشديد على low diversity low richness، لان العدد 500 بس وكمان low evenness. لو هو زي دول بيبقى high richness غالبا، بس الايفنس متفاوته بقى بينهم. في صفة بيولوجية عامة ان ده الشكل السائد في الانظمة البيولوجية، ان دايما بيبقى فيه شوية كائنات مسيطرة، يعني بتبقى عادة بتبقى شكلها اكتر كده. لو البيئة يعني ما فيهاش صراع قوي بين الكائنات وما فيهاش حد بيتسلق على حد وحد بياكل حد، هتبقى شكلها كده شوية.
الوضع ده ما بيحصلش خالص الا لو بنسميها artificial community. لو انت جيت بايدك حطيت 5 ستريبتوكوكس و5 ستافيلوكوكس و5 ما اعرفش ايه وبرده مش هيقعدوا كده. ده غير حاجه في statistics اسمها normal distribution، دي حاجه تانية. لو جبت اي مجموعه ناس وزنتهم او حسبت وزنهم او طولهم يبقى التوزيع كده، انما في البيولوجيكال سيستم الاعداد بتبقى كده. تمام كده؟ طيب دي حاجه افتكروني بيها ان شاء الله لو اي حد فيكم اشتغل ميتاجينومكس او مايكروبيوم. خلاص نرجع تاني نقول احنا قلنا اللايف دايفيرس كونسيرفد وليها موليكولار فانكشنز واخيرا انكودد، ودي صوره للجينوم بتاع يعني خريطه الجينوم بتاع احد الكائنات اللي هو ستريبتوكوكس. ده ستريبتوكوكس الحقيقي، ده اللي هو بشحمه ولحمه تحت الميكروسكوب زي ما تصور بالظبط. دي صوره مقطعيه في ستريبتوكوكس بتتقسم كوكس ولا ليه فايبرز، يعني مش فايبر يعني اللي هي بيسموها ادهيجن بروتينز او فايبرينوجين بروتينز وحاجات كده، وفي انسيجن بتحصل عشان هو بيحصل له باينري فيشن. ده البكتيريا الحقيقيه اللي هي الفينوتايب. مين اللي بيحدده؟ الجينوتايب اللي هو ده. في كل لحظه من لحظات التاريخ الفينوتايب ده بيتغير، يعني ستريبتوكوكس دلوقتي بيتقسم، بعد شويه اسم، بعد شويه قبله ماكروفيج هياكله فبيطلع يجري منه بيطلع ستريس بروتينز، بعد شويه عايز يروح هو ياكل بقى حته من جسمنا مثلا فبيتغذى عليها يطلع بروتيز، بعد شويه يهاجمه مش عارف مين. ده الجينوم بتاع ستريبتوكوكس بنرسمه دايما في صوره دايره لان البكتيريا الجينوم سيركل. اول حته طبعا دايره ملهاش اول من اخر، بس رمزيا يعني ده عاده بنبتدي بالاوريجين اوف ريبليكيشن، ولو ان زمان ما كانش يعني اول جينوم اتعمل له سيكونسنج للاسف كان الاوريجين اوف ريبليكيشن هنا، هم قصوه عشوائي وعملوا له سيكونسنج. انما دلوقتي ايا كان انا قاطع الدي ان اي فين ببتدي دايما باي ديفينيشن من الاوريجين اوف ريبليكيشن، وبنفضل نمشي نمشي كل بتاع من دول صغنطوطه كده ده جين اللي لونهم اخضر دول. طب ليه لونهم اخضر؟ يعني زي ليبلينج، بقول الاخضر ده مثلا بتوع ريبليكيشن، اللبني بتوع بروتين سينثيسيس، الاخضر كربوهيدرات، الاخضر الفاتح مش عارف، البينك ده فيرولنس فاكتور مش عارف ايه ده كذا. فالدايره دي خريطه بطريق طبعا خريطه يعني السودا دي عباره عن دبل ستراند دي ان اي، وكل رسمه هنا معناها الجين ده على الترانسكريبشن بتاعه على ستراند. انتوا عارفين الدبل ستراند دي ان اي مش سيمتريك، لو سيمتريك بنسميه بالندروم، ده حاجه حاله خاصه جدا في الريستريكشن انزيمز، انما ده مش سيمتريك، يعني اللي فوق ده اي واللي تحت تي، اللي فوق سي واللي تحت جي، ممكن تبقى في سي ثانيه وجي، يعني مش لازم اقراها من اليمين زي الشمال عشان ده دي ان اي حقيقي. فعاده لو الجين الاي تي جي بتاعته على ستراند الفوقاني بنرسمه لفوق، وهتلاحظوا دي بقى انا بشرحها لكم بعدين، عاده نص الجينوم اليمين برضو في يمين وشمال دي نسبيه يعني زي ما انا رسمه، احد هذين النصفين بيبقى معظم الجينات على ستراند البلس او الفوقاني، والنص الثاني بيبقى ستراند التحتاني. كانك ماشي في طريق مصر اسكندريه بالظبط سايق، بتلاقي حته من الطريق كده على اليمين في بنايات اكتر وعلى الشمال صحراء، في النص تلاقيها قلب مثلا، يعني ده الجينوم. عشان كده مش عايز اقول بلس وماينس او فوق وتحت، لان ده طريق زي طريق مزدوج بالظبط دبل ستراند. لو انا ماشي كده كلوك وايز ممكن اسمي ده اللي فوق واللي تحت، لكن هو في الاخر انت رايح اسكندريه رايح، لو انت قاهري، لو انت اسكندراني بقى راجع، مش مهم يعني رايح ولا راجع، ده اللي عايز اقوله عشان دي بتلخبط ناس كتير قوي. كلمه بلس ستراند او ابر ستراند ولور ستراند دي مجرد عرف رسمتها كده وخلاص، انما هتلاقي نص الجينز عاده بتبقى على ستراند ونص تاني على ستراند، بس مش بالعشوائي، ليها علاقه بالريبليكيشن بس هبكلمكم عليها بعدين. اكتشفوا ان معظم الجينز بتبقى ترانسكرايبد على ستراند معين، وفي نص الجينوم بتقلب السك، يعني الزحمه في الطريق على يميننا واحنا مسافرين، وبعد الريست بتبقى الزحمه على الشمال. ده لو انت سافرت اسكندريه قبل كده، انا ما سافرتش مش مهم. تمام كده يا جماعه. طيب المرات الجايه هنخش في التفاصيل قوي، في حد شكله سال سؤال، معلش هبص. دكتور ممكن البارت الاخير تاني توزيع الجين يعني ماشي، هي دي مش مهمه قوي دلوقتي عشان هي انا بس ما بقدرش امسك نفسي ان انا ما اقولكوش حاجه يعني، بس لاحظوا ان دي حاجه في الجينوم بتاعت البكتيريا فقط مش البني ادمين، لان البني ادمين اصلا مش دوائر. الجينومز بتاعتنا احنا عباره عن الجينوم بتاعنا متقسم بيرز اوف كروموزوم زي ما انتم عارفين. في البكتيريا اكتشفوا هي دي حاجه لان انتم عارفين البكتيريا ريبليكيشن اكيد خدتوها مع دكتور ايمن، بتمشي كده يعني دي ان اي بوليمريز ماشي كده وماشي كده، فهو ماشي كده بيبقى ماشي على الليدنج ستراند وهو ماشي كده بيبقى على اللاجنج ستراند. في الاخر يعني احنا
اكتشفوا علاقة بين اتجاه البوليميريز وباتجاه الجينز موجودة فين. دي مش هقدر اشرحها لكم اي غير لما نبص على جينوم مع بعض. معلش حد يفكرني مرة جاية افتح لكم جينوم ونتفرج عليه، هتشوفوا بعينيكم ازاي ان يعني الاي تي جي بتبقى اكتر على ستراند معين في الحتة دي، بينما لو جت بصيت على الناحية التانية اللي هي نص الكرة التاني نص الدايرة التاني هتلاقي الاي تي جي هات بالعكس بقى كده. اي تي جي يعني طبعا ده سكيل عالي قوي، وبالتالي المقلوب بتاعها يبقى سي اي تي. ماشي هشرحها لكم بعدين. ابتديت سنة 99، كان وقتها بنعمل سيكونس لقطع من الجينات من الدي ان اي طولها من 800 ل 1000، بس كانت مكلفه، كانت الحته ب 10 دولار مثلا. فعشان اعمل جينوم واحد كان الجينوم بيكلف ممكن يكلف له 10000 دولار او 20000 دولار. دلوقتي بيتعمل ايه؟ بضرب الدي ان اي على قطع قصيره جدا ويتعملها سيكونس كلها مره واحده، كثافه عاليه جدا، فسموها هاي ثروبوت سيكونسنج. اول ما ظهر سموه نيكست جينيريشن سيكونسنج، والاسم بقى فضل متشعبط فيه النكست جن اللي هو الجيل القادم. يا عم الجيل القادم خلص خلاص، احنا الجيل القادم اصلا دلوقتي، بس هما لسه مسمينه نكست جينيريشن سيكونسنج. برضو من الاسامي اللي انا بكرهها جدا، اي حد يعرفني عارف كده، بحب اسميه الاسم البديل اللي هو هاي ثروبوت سيكونس. ليه بعمل سيكونسنج لاي جينوم في الدنيا؟ عشان افهم الفينوكس. اي حاجه في البكتيريا دي لازم تكون مكتوبه في الجينوم ده، لكن مش اي حاجه مكتوبه في الجينوم ده هتظهر في كل وقت. ده اللي طبعا انتوا درستوه مليون مره، اللي اسمه السنترال دوغما. اي حاجه البكتيريا تعملها في حياتها وفي مماتها وقبل ما تتولد وبعد ما اتولدت وبعد ما تتقسم ومش عارف ايه، ولما تتعرض للخطر ليها جين معين بيؤدي لبروتين يؤدي للفانكشن، انما مش في اي وقت. يعني هنا السريبتوكوكس مثلا عشان اعرفه كويس، الجينوم بتاعه فيه 1800 بروتين تقريبا، يعني جين بيكودوا بروتين تقريبا، ساعات بيوصلوا 2000، ده الرينج. الايكولاي من 4500 ل 5000 جين، اكتر بكتير، وبرده دي ليها اسباب عرفوها بعد كده. الكائن اللي هو بيروح بلاد كتيره يعني بيروح هوست كتير بيحتاج جينات اكتر. اللي السريبتوكوكس على طول عند الانسان، فما ما بيحتاجش جينات كتير. تمام كده. انا قلت الكلام ده ليه؟ عشان اقول ان truth is يعني زي ما مكتوب هنا truth is hidden in the genome. hidden ليه؟ لان احنا محتاجين نعمل لها decoding. فاي حاجه هتظهر في حياه الكائن ده مكتوبه في الجينوم، وفي حاجات عمرها ما بتظهر. ممكن يكون عنده جين مثلا، لو السريبتوكوكس ده شاف في حياته مثلا سكر اسمه فيوكوز مثلا، سكر نادر قوي، ممكن عمره ما يقابل السكر ده، طول عمره ما بيشوفش غير بروتينات وسكر اللي هو جلوكوز، فما يحتاجش الجين ده. لكن لو الدنيا صدفته وقابل فيوكوز عنده الجين اللي يحتاجه. فده ليه بعمل يعني سيكونسينج؟ اساسا اهم سبب ان انا افهم الفينوتايب. ليه البكتيريا دي مثلا؟ ده احد المشاريع اللي انا دخلت فيها زمان وفشلت يعني، او ما كملتهاش، فبفتكره اول واحد. ناس يعني طلبوا مني اساعدهم فيه وبعدين اختفوا، كانوا من جامعه في كولورادو. الكادميوم توليرنس، كان عندهم بكتيريا بتقاوم الكادميوم اللي هو معدن معين. البان ريزيستنس بقى بشتغل فيها على طول بالذات في مصر، اللي هي بكتيريا ريزيستنت لحاجات كتير قوي. طب اشمعنى دي؟ اعمل سيكونسنج للجينوم بتاعها هتلاقي كل الريزيستنس جينز اكيد موجود. طب العكس هل صحيح؟ طبعا لا. لو لقيت بكتيريا فيها 5 ريزيستنس جينز هل معناها ريزيستنت لخمسة انتي بايوتكس؟ حد يجاوب عشان ما تناموش. لو عندي بكتيريا عملت سيكونسنج للجينوم بتاعها لقيت عندها ريزيستنس لخمسة انتي بايوتكس مختلفين، هل ده معناه ان اصل تلاقي ناس بتكتب كده كتير في البيبر يقول لك يبقى البكتيريا دي ريزيستنت للخمسة انتي بايوتكس دول، هل الكلام ده صحيح؟ حد يجاوب بدل ما اسالكم واحد واحد. حد جاوب على الشات. اوكي نو، دي اجابه مفصله، شكرا يا سهى. نو حد يشرح نوت نيسيسيرلي. مظبوط يا رضوى رويده، اسف رويده او سهى. طب حد يقول لي قصدي ايه؟ يعني ما حدش عايز يتكلم؟ عشان ما فيش اكسبريشن، لازم يكون في اكسبريشن. بالظبط، برافو. انا ما اعرفش مين اللي قال كده بس هو مظبوط. عشان مش كل اللي مكتوب مش كل اللي مكتوب بيحصل له اكسبريشن. تمام. فهو المثل بتاع اللي مكتوب على الجينوم لازم يشوفوا البروتيوم ده ساخر، بس مثل خاطئ. لا هو العكس، هو اللي في البروتيوم اكيد مكتوب في الجينوم، انما مش كل اللي مكتوب في الجينوم هيطلع في البروتيوم في يوم من الايام، وممكن يطلع بس مش في الوقت اللي انا عايزه. فممكن الاقي بكتيريا عندها 5 ريزيستنت جينز احطها على 5 انتي بايوتكس يموتوها كله. طب ايه ده، انت مش قلتي انك ريزيستنت؟ بس انت عملتليش اكسبريشن. امتى يحصل لها اكسبريشن؟ ما تخش جسم الانسان بقى. فده برضو مظبوط يا هبه، وده برضو احد مشاكل الريزيستنس اللي بتتعمل في المستشفيات وفي المعامل، ان انا مش اكيد اللي بعمله على طبق هو اللي هيحصل في جسم الانسان. احيانا بيبقى اوفر، احيانا بنخاف قوي زياده ويبقى في الحقيقه الانتيبيوتيك هيمشي عادي، واحيانا بالعكس.
يعني ممكن ما الاقيش ريزيستنس على الطبق لان البكتيريا متدلعه في الطبق، لانما لما بتخش تحت الخطر وماكروفيج بيهاجمها وكده بتطلع ريزيستنس. طيب افهم ديفرنسز، طبعا ده اكتر حاجه بتتعمل حاليا في هذا المدعو سارس كوفي 2، الاختلاف السنيبس الاختلافات الدقيقه بين الجينومز وبعض عشان اتتبع اصلها وفصلها والعلاقات اللي بينها. في بقى اهداف علميه ساميه للناس اللي بتدرس ايكولوجي ان هو يملى فراغات في شجره الحياه. يعني احنا عارفين كويس جدا جدا البكتيريا اللي بتصيب الانسان بامراض، ايكولاي وسلمون حافظينهم صم الجينومز بتاعتهم، بس دول كلهم في الاخر بكتيريا بتحبنا يعني بتحب جسمنا يعني عشان كده عايشه فيه، وبالتالي بتحب درجه 37 وما هياش ترموفيلك طبعا، وبتحب درجه السولت اللي هي نورمال سالاين مش هالوفيلك وهكذا. طيب البحر الاحمر بقى لا، ما حدش يعني مين اللي راح درس البحر الاحمر؟ قليلين جدا. مين اللي راح درس البحر الميت؟ مين اللي راح درس الصحراء الشرقيه؟ حاجات ما تهمنا يعني. احنا في الاول وفي الاخر كنا مهتمين بايه في البكتيريا؟ البكتيريا اللي بتعينه، البكتيريا اللي بتغذينا بتاعت الجبنه والزبادي ومش عارف ايه، والبكتيريا اللي مش عارف بتفيدنا بشكل غير مباشر اللي هم بايوتكنولوجي تعمل لنا مثلا سيرفكتنت. فده اللي ابتدينا بيه. لما اكتشفنا بقى الدايفرسيتي الفظيعه اللي موجوده في الحياه ابتدينا يعني في ناس بقى ابتدت تصرف فلوس كتير انها تدور على تري اوف لايف، والموضوع ده مهم جدا. مثلا الزفت برضو اللي هجيب سيرته كتير اللي هو السارس كوفي 2، ما هو ده كان الاوريجنز بتاعته في الباد فايروسز، وناس حذرت من 15 سنه ان ده ممكن يحصل. فكان الحل ان انا اعمل سيكونسنج لاكبر عدد ممكن من الفيروسز اللي موجوده في الخفافيش، وكان في كذا بروجكت كده ووقفوا بسبب التمويل او انها ما كانتش برايورتي او بسبب نظريات المؤامره، ان يقول لك انت رايح تجيب فيروس من الخفاش عشان تموتنا كلنا. لا يعني هو مش ده الموضوع، اكيد يعني في طرق اسهل لتمويت الناس زي الامونيوم نيتريت. يعني لو واحد عايز يموت الناس كتير يفجر اي قنبله، انما اللي فعلا عايز يدرس الحاجات دي عشان الوقايه منها هو الهدف ان انا ابحث عن ما لم يبحث عنه كثيرون. بس ده مش جذاب ابدا، مش اتراكتيف. ليه؟ انا لما بعمل بيبر يعني برضو انتوا هتشتغلوا ريسيرش فمهم تعرفوا، يعني انا لما باجي اعمل بيبر عن ستافيلوكوكس وهي ايكولاي اول ما بنشرها بعدها بسنه الاقي 10 سايتيشن، ناس كتير بقى بتذكرها وكده. لما اجي اشتغل بقى شغل كتير جدا بس على بكتيريا مش يعني مش اكتر حاجه بتهدد الانسان ولا حاجه، بس بعمل شغل اعلى بكتير، ممكن يبقى 2 3 بس اللي عمل. حاجة عن البحر الأحمر مثلا وفتحتنا فيها مع الناس بتوع الجامعة الأمريكية وعملنا دراسات حلوة جدا، أنا مش بقلل من شأنها بالعكس، بس بقول إنها مش موضة يعني مش جذاب، لكن طبعا دي أبحاث مهمة جدا. برضو tracking outbreaks و pandemics، شوفوا أنا كاتب الكلام ده من قبل ما يحصل يعني عشان ندرس closely related strains. metabolic reconstruction دي بقى الناس اللي بتوع البيوتكنولوجي، أنا دلوقتي دي بقى فيها فلوس وملايين الجنيهات والدولارات، بنتج مثلا تكستايلز معينه او اي بقى بايو سنسورز اي حاجه، بعمل اي منتج بايوتكنولوجي، اعمل سيكونسنج للسترين اللي عندي، ممكن جدا اغير في كام جين، اشيل جين احط جين، وده اللي هو السينثيتك بيولوجي، فاللي هو اللي جاي بعد كده انجينيرنج وسينثيتك جينومكس، فصنع حاجه تديني ضعف النتيجه زي الناس اللي بتصنع اللي هو البايو ديزل، البايو سيرفكتنت، حاجات بقى كتير قوي، وتطبيقات وسحيق الغسيل بيحطوا فيها انزيمز بالبكتيريا وحاجات كتير قوي. develop quick strategies to fight epidemics pandemics زي السارس. الكلام ده كان السنه يعني المحاضره دي طبعا بديها بقى لي كذا سنه. السارس كان للاسف يعني من انجح القصص اللي البشريه قدرت تتغلب فيها على epidemic اللي هو كان بتاع سنه 2003. للاسف سارس 2 عكسه بالظبط، لان سارس 1 قدروا يعملوا سيكونسنج للجينوم بسرعه، بس كان طبعا اكيد سمعتوا الكلام ده مليون مره. كان ميزه السارس 1 وعيبه ان هو قاتل جدا وان هو الانكيوبيشن بيريد بتاعته سريعه، فبالتالي اللي بيموت كان بيموت اللي حواليه ويموتوا كلهم ونخلص يعني، انما مفيش اسيمتوماتيك ومفيش لونج انكيوبيشن بيريد فاتقضى عليه بسرعه، والجينوميك كان ليها دور كبير قوي. طيب انا هختم غالبا المحاضره بالجزء ده، يعني دي دايما انا بقول، انا متهيألي برضو شيماء هتضحك دلوقتي لان انا اديت الكلام ده من سنتين ومن سنه وحطيت عليه نجمه حتى، وقلت لهم يا جماعه احنا ممكن نكتب حاجه، الموضوع ده ما مش موجود في التكست بوكس، يعني دي الطريقه دي رؤيتي انا الشخصيه المتواضعه جدا ليه بنعمل سيكونس جينومكس على اربع مستويات، يعني مستوى اعلى مستوى اعلى مستوى، ده ادق مستوى. الاسامي دي غير علميه يعني مش موجوده في، احنا ممكن نخليها علميه لو نشرناها، بس دي مش اسامي متعارف عليها.
ما عدا كلمة الميتا والبان جينومكس، الباقي كله مش بيتسمى كده، مفيش حاجة اسمها مايكرو جينومكس وماكرو جينومكس وكده، بس دي يعني المستويات المختلفة. أنا بحب دايما الكوت ده، أكيد ناس كتير منكم عارفينه، begin with the end in mind. دايما أنا طبعا عشان أنا اشتغلت في جينومكس بدري قوي ورجعت مصر وكده، وكان في ناس قليلين، فأي حد عايز يعمل جينوم سيكونس بيجي لي يكلمني، يعني مش أي حد، معظم الناس أنا عايز أعمل جينوم. طب ليه يا عم؟ ما أعرفش يعني كده، كل الابحاث دلوقتي جينوم. حد مثلا بيجيب بيديفلوب بكتيريوفيج عشان يعالج البكتيريا، يقتل البكتيريا. طب ليه يا جماعه عملتوها؟ عشان نعرف هم ايه. طب انتوا عارفين هم ايه، فاهمين قصدي؟ فالناس بتبتدي عشان حاجه فانسي. دايما دي حاجه في البشر يعني، مش بنتقدهم ولا حاجه، بس بقول دايما التكنيك بيغلب مثلا لما تقول لحد طور من محاضراتك، ممكن مثلا يشغل لك ديسكو في المحاضره، او يلبس مثلا قميص مشجر ويشغل باوربوينت مشهيص الالوان، لكن في الاخر هو نفس الكونتنت. بينما تطوير المحاضره زي ما انتم اكيد عارفين، مش ان انا احط بينك وفوشيا، انما اني مثلا ادي اكسرسايز، اسال مش حاجات كده، او ادي موضوعات جديده، مش ادي موضوعات قديمه بالوان جديده، فاهمين قصدي؟ فالناس بتنبهر بالتكنيكس قوي. معلش انا يعني المحاضره دي ماجستير بديها مختلف خالص عن الدبلومه، لان انتوا في الاخر بتدرسوها عشان هتشتغلوا ماجستير، مش عشان تعرفوا التكنيكس دي يعني. انت فعشان كده بدي دايما ايماءات للابحاث اللي تتعمل وكده. انت ليه هتعمل دي ان اي سيكونس مثلا كورونا فيروس؟ مع ان انا مش بتكلم على الفيروس قوي، بس ده اللي بسميه مايكرو نيوكليوتايد ليفل ديفرنس اللي انا هشرحه دلوقتي. الستاف اوريس اللي زي ما قلت لكم عليه كليه الطب عملوه، دول ناس عايزين مايكرو ليفل اناليسيس. مايكرو ليفل اناليسيس يعني ماشي بالميكروسكوب على حرف حرف، يعني كل حرف ليه معنى. مهم ليه بقى انا كاتب بيجن وذ ذا اند ان مايند؟ لان ده هيفرق معايا هصرف كام وهعمل انهي تكنيك. مايكرو يعني انا عايز اعرف المريض اللي في غرفه عنايه مركزه الف والمريض اللي في غرفه عنايه مركزه جيم اتعادوا من بعض، عايز اعرف دول ولاد احمد عز ولا مش ولاده، عايز اعرف مش عارف انا ككائن بشري اصلي مثلا من كام بلد، فلازم اعمل الدي ان اي سيكونس بتاعتي واقارنها بحاجات على مستوى دقيق جدا، مش شرط على الجينز، ممكن الحتت اللي بين الجينز. ليه؟ لاني عايز استابليش هنا ريليشنز فايلوجيني، علاقات دقيقه جدا بين الكائنات. السارس كوفي 2 ليه بيعملوا له سيكونسنج دلوقتي؟ عشان يعرفوا لو في اي ميوتيشن صغيره هتحصل تغير صفاته، عشان يعرفوا بتاع امريكا جه منين. فالفايلوجيني هنا مهم جدا، كل حرف بيفرق. يعني انا تخيلوا لو سيكونس جينوم طوله 5 مليون حرف اللي هو الايكولاي، انا قلت لكم فيها 5000 جين، والجين في المتوسط يعني اعتبر الرقم ده شبه يعني دقيق، 1000 تقريبا يعني. طبعا في جينات 10000 حرف، وفي جينات 30 حرف، او يعني اطول من كده شويه، 90 حرف، 30 امينو اسيد بروتين، بس في الافريج البكتيريال جين بيبقى تقريبا 1000 letters، يعني البكتيريال بروتين اون افريج 330. ففي وسط 5 مليون حرف في الايكولاي، عايز اعرف ان في سترين عندها اي تي سي مثلا في الحته دي، وسترين ثانيه اي سي. هو ده الفرق. الكوفيد الكورونا فيروس اللي احنا محيرنا ده كله عمال يقول لك ميوتيشن حصل، كلها في الاخر فروقات هبلك يعني، مش عايز اقلل من شانها طبعا، ما هي ميوتيشن واحده خلت الفك بتاع الانسان بقى مختلف عن الفك بتاع الغوريلا مثلا، او خلت الناس تجي لها انيميا اللي هي السيكل سيل انيميا، كل ده بتبقى حرف واحد، الحرف مهم وكله. بس قصدي انا لو عايز ادقق في الحروف دي، يبقى لازم استعمل تكنيك سيكونسنج اسمها هاي كفرج، لازم ابقى متاكد تماما ان كل حرف دقيق، وبالتالي هصرف اكتر واعمل عينات غالبا اقل. وفي الحاله دي برضو لازم اعرف انا عايز اعمل ايه، ما انا يمكن ما احتاجش اعمل الجينوم كله، لو انا بدور على ريزيستنس جين مثلا حصل فيه ميوتيشن ولا لا، او فيرلنس، طب اعمل له بي سي ار وخلاص، فهي مش شطاره ومش فلوس يعني نرميها وخلاص. فده اللي بسميه مايكرو ليفل اناليسز، ده بيبقى اكتر في الابيديميولوجي وفي الفايلوجيني اللي هي العلاقات بين الكائنات. ماكرو بقى طبعا زي المصطلح ده من عندي، اللي هو ان انا بمشي جين جين، يعني الوحده هنا نيوكليوتايد، الوحده هنا جين او فيتشر، بيسموها فيتشر. ليه؟ لان مش كل الجينات جينات، بمعنى مش كل الدي ان اي جينات، الدي ان اي بيبقى فيه جينات كتير، وبعض البروموتر لو فاكرين البروموتر اللي هو الحته اللي بيمسك فيها الار ان اي بوليمريز، وشويه ريجوليترز وحاجات كده، فبنسميها فيتشرز. وممكن الجين نفسه يكون بيطلع بروتين، ممكن يكون بيطلع ار ان اي اللي هو 16S اللي هو رايبوزومال ار ان اي، وممكن الجين يكون بيطلع تي ار ان اي، يعني مش هيطلع بروتين، هيطلع ار ان اي اللي هو هيشتغل يحمل امينو اسيد سواء ترانسفير ار ان اي. معلش انا بتكلم بسرعه بقول معلومات كتير يعني، بس اعتقد ان كله متسجل ان شاء الله يعني. تمام.
فالماكرو ليفل اناليسيس هي انا بمشي جين جين، بقارن جين جين مش حرف حرف. بالتالي لو في الوسط كام حرف وقع، ما انا عارف ان الجين موجود. ليه عارف؟ لان انا عارف في الاخر ان سواء بقى كان اي تي سي او اي اي سي دول مش توب كودون، وبالتالي ايا كان الحرف اختلف ممكن ياثر في صفات البروتين شويه بس مش هيدمره يعني. لو طبعا ستوب كودون دخل هيدمره، دي حاجه تانية. فده اللي بسميه ماكرو ليفل اناليسيس او بروتين ليفل اناليسيس. ده بنحتاجه كتير جدا جدا فيما يسمى بالكومباراتيف جينومكس اللي هو الفانكشنال اسبيكت. يبقى هنا فاينوجيني اللي هو اصلك ايه، اللي على اليمين ده اصلك ايه، معلش خط وحش قوي بالماوس، الفايلوجيني اصلك وفصلك ومين قرايبك ومين ابوك وام يعني كده، او جيت منين ورايح فين. الفانكشنال هو في الاخر بتعمل ايه، اصلك عملك مش اصلك يعني، مش مهم بقى ابوك مين وامك، المهم انت وصلت لايه في حياتك بالجينات اللي عندك. ميجا ليفل اناليسيس ده بقى برضو مصطلح من دماغي اللي هو لارج سكيل بقى. يعني انا عندي اتنين سالمونيلا، دي ده مثال مشهور قوي، الجينوم بتاع السالمونيلا دايرتين كده، لقوا ان الدايره دي فيها اكس وواي، جين هنا وجين هنا، والدايره دي فيها واي واكس، والباديز جينوم ازاي بعض بالظبط. قالوا الله الجين ده ايه اللي جابه يمين شمال، اكتشفوا ان النقطه دي بيحصل فيها مش عارف، انا مش على الكاميرا دلوقتي بس لو بشاور بايدي هقلب، حصل انفرجن يعني اثناء ما الجينوم بيتكاثر مره من المرات حصل ريارينجمنت، ان ده اتكسرت حته من الدي ان ايه واتركبت تاني بالعكس، ودي بتحصل كتير قوي في الدي ان ايه، حصل لها ريكومبينيشن. وبالتالي بقى السالمونيلا في منها تو سب سترينز، هي نفس سترين وكله بس بقى فيها تو سب سترينز، واحده الجين على يعني يمين الساعة clockwise والتاني على يسار الساعة، يعني لو أنا ماشي clockwise مرة الإكس قبل الواي ومرة الواي قبل الإكس. طب تفرق جدا ليه؟ لأن ممكن الإكس ده يجي جنب جين تاني F مثلا ما يعملش أي حاجة معاه، إنما لما كان الإكس جنب صديقه اللي هو مثلا K كانوا هما مع بعض عاملين أوبرون وبيحصلهم ترانسكريبشن مع بعض، فأنا ممكن أكسر أوبرون وأبطل فانكشن وأشغل فانكشن بكده. فدي اللي بنسميها large scale genomic differences، ودي بتتصنف عليها strains كتير برضو في البكتيريا تأثر على الفانكشن. أخيرا بقى الليفل اللي عالي قوي اللي هو more than one genome اللي هو بدرس population أو community، وده اللي هختم بيه محاضرة النهاردة. تاني عشان بس ألخص كل اللي أنا كنت بقوله النهاردة من الأول كده عشان آخر دقيقتين، إيه أهمية الجينومكس؟ أهمية الجينومكس إن أنا بدرس life، ده الكود بتاع life، لو فكيت الكود بتاع life هفهم life، عايز أفهم إيه في life، عايز أفهم اليونيتي بتاعتها ايه، الوحدات اللي متكرره في كل الكائنات، دي ان اي بوليميريز مثلا، انزيم ار ان اي بوليميريز مش عارف ايه، الدايفرسيتي ايه اللي خلى البكتيريا دي تاكل سكر والثانيه تاكل مثلا خل والثالثه تاكل، او تاخد واحده تاكل سكر تطلع خل والثانيه تاكل سكر تطلع سبيرتو والثالثه تاكل يورانيوم تطلع منه مش عارف كربون دايوكسيد، ليه ده كله بيحصل. فانا بعمل سيكونسنج عشان افهم هذه الاشياء. لو انا مهتم بالتفاصيل الدقيقه في كل جينوم لازم اصرف اكتر، وده بيتسمى مايكرو ليفل، او انا بسميه كده اللي هو نيوكليوتايد ليفل ديفرنس. ممكن امشي جين ليفل او فيتشر ليفل اقارن، يعني انا في الاخر دي عندها 5000 جين 4800 منهم زي بعض و200 اتغيروا، ال200 اتغيروا دول ممكن يفسروا اختلافات كتير جدا بين البكتيريتين، واحده اكتسبت فيرولنس خسرت فيرولنس وهكذا. الميجا ليفل ان انا ببص على ستراكشرال ديفرنس في الكروموزوم، حته كبيره من الكروموزوم وقعت، حته زادت او حته اتقلبت. واخيرا بقى الميتا والبان جينومكس، دي اللي هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفاصيل المرات الجايه او المره الجايه. يعني البان جينومكس ان انا في الاخر كل استافيلوكوكس بقى في الدنيا اللي انا عملت له سيكونسنج ايه البان، ايه ما الذي يجمع بينهم. فبيبقى البان جينومكس بتشمل حاجتين كور وبان، هقولهم بعدين بقى عشان سي او بي. كور اللي هو القلب بتاع استافيلوكوكس اللي هي كل الصفات المشتركه في كل استافيلوكوكس في الدنيا. بان اللي هي كل الصفات التي اكتسبها استافيلوكوكس في اي حته في الدنيا، يعني كور اللي هو الانترسكشن بين كل سترينز المشترك، وبان اللي هو المجموع بتاع كل سترينز اي جين كانوا اكتسبوه. الميتا جينومكس شبه فكره البان جينومكس بس مش بركز على فصيله واحده بقى، مش كل استافيلوكوكس، لا كل الصحراء الغربيه، كل اللي في بقي، كل اللي على البنش، كل اللي على اللابتوب بتاعي ده، اي بكتيريا عاملها سيكونسنج وادرسها مع بعض. فيعني اتمنى يكون دي مقدمه كويسه للجينومكس كده، وان شاء الله المره الجايه هحاول المره الجايه اعملها اطول شويه تبقى مثلا ساعتين